طالبين 16 مليون جنيه في مقابل 10% حصه في مصروفي. الرقم خضني بصراحه، كلهم بيقولوا كده في الاول. حدد انت عاوز ايه بالظبط. يا جماعه احنا محتاجين فلوس، عايز تعمليهم ايه؟ واحد صاحبي قبل اصلا انت حابب الكلام ده صح؟ ما تسالش سؤال انت مش عارف اجابته. طب هتحل المشكله دي ازاي؟ جهز اعمل لك اوفر على فكره. انا لو ما خدتش ديل احنا هنحاسب على حاجه اللي اتاخدت. بعرض 50% ب 5 مليون جنيه. ده عرض ممتاز. 50% كتير جدا. لا ام اوت. اوت. انا هديك اللي انت طالباه. شارك تانك مصر بدءا من السبت 7 يناير الساعة 9 مساء على CBC.